سلام عليكم. سامسونج هي من الشركات القليلة إن لم تكن الوحيدة بعالم الأندرويد اللي كانت ولا تزال تمتلك أكبر ترسانة لوحيات نقدر نعتبرها ند حقيقي لأجهزة أبل الآيباد. هذه السنة سامسونج رفعت سقف المنافسة وزادت من شراسة القتال لأبعد خط، وبدل ما تطلق وحشين صار عندنا ثلاث وحوش، أهمهم وأقواهم هو التاب S8 ألترا. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير، لهذا النجم. أقوى جهاز لوحي في عالم الأندرويد كله، لكن حتى كل المشاعر ترتاح عندنا التاب S8 بلس والتاب S8 العادي. أهم فوارقهم فقط تقريبا مقاس الشاشة ونوعها، بس بالقلب والصميم هم خط صد واحد ورأس حربة سامسونج وكل عالم الأندرويد إذا تردون رأيي أمام هيمنة الآيباد. اليوم انطلقوا رسميا وراح أقول لكم أهم ميزاتهم. مرحبا، أنا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم. كل السلسلة تجي بمصنعية من الألمنيوم القاسي، وكلها بنحافة هي الأقل بين اللوحيات، وكلها محمية بطبقة حماية من كورنينج من الجيل الخامس، وكل السلسلة تجي بيد قلم أو الأسبين هو الأحدث، موجود بظهر الجهاز ويثبت مغناطيسيا ويشحن هناك. خلي ببالك أنه هذا السنة هذا القلم هو الأسرع، وهذا أسرع حتى من قلم أبل بجيل الثاني. القلم لا تتوقعه مثل العام الماضي، ماكو هيتشي بطريقة عمل سامسونج، كل الجوانب لازم تتطور بأجهزتها على الأقل على مستوى السوفتوير. وهنا حتى السوفتوير وتطبيق النوت وتعشيقه ما بين الأجهزة تحسن. التاب S8 ألترا بحجم العملاق هو من أنحف اللوحيات 6.3 ملم، والتاب S8 بلس 5.7 ملم، والعادي 6.5 ملم. بس الهدف الأساسي من أي لوحي أكيد هو الشاشة الأكبر حتى تشتغل وتتونس، والألترا هو الحلم لأي عاشق للشاشات. شاشة 14.6 إن سوبر أموليد، ترددها عالي بتقنية الـ LTPO2 الأحدث، تنطيك تردد متغير من 1 إلى 120 هرتز بحسب المحتوى المعروض. شاشة مخيفة دقتها 2K بلس، تدعم الـ HDR 10 بلس، ومدعومة بأربع سماعات ستيريو تدعم الدولبي أتموس. تجربة ما أعتقد أكو وراها بعد أفضل. الـ 8 بلس مو قاصر، نفس الشاشة نفس النوع، شوية أصغر 12.7 ملم، أيضا أموليد وأيضا 2K وأيضا تردده 120 هرتز. الفقير اللي بيهم هو التاب S8 العادي، هذا الوحيد شاشته LCD مقاسها 11 إنج بس أيضا بتردد 120 وأيضا دقتها Full HD Plus. وكل الأجهزة تدعم الشحن الأحدث والأقوى من سامسونج أخيرا والحمد لله بقوة 45 واط، بس بطارياتهم مختلفة حسب حجم الشاشات. الألترا يجيك ببطارية عملاقة 11200 ملي أمبير، يحتاج 82 دقيقة من 0% حتى يفول شحن. الـ 8 بلس يجيك ببطارية 10090 ملي أمبير، ويحتاج أيضا 82 دقيقة للشحن الفل. الغريبة أنه الـ S8 العادي يجيب بطارية 8000 ملي أمبير بس، ويحتاج 80 دقيقة للفل شحن. يجوز هذه الأرقام مو دقيقة على الواقع نشوف غير شيء، بس كل الأجهزة موعودين بيها بيوم عمل كامل مريح بدون ما تحتاج شحنك، والشاحنة موجودة بالباكيت هي والقلم. وإذا تحب تقدر تشتري كيبورد جديد من سامسونج، كيبورد جديد بالكامل يحول لك الجهاز إلى لابتوب، مفاتيحه صارت أكبر والكيبورد صار يدعم الإضاءة بالحروف، وحتى التراكبان صارت زجاجية وأكبر وأدق، وعندك أزرار الأف موجودة أيضا تقدر تتحكم أكثر بزاوية تثبيت الكيبورد. هذه الميزات وياها سوفتوير سامسونج الوان يو آي للبادات، تحسينات الواجهة وتحسينات الكتابة وتعدد التطبيقات المفتوحة بوضع الديكس مود، كل شيء صار بالجهاز أسرع وأفضل وتكامل أيضا مع باقي أجهزتك. طبعا أكو نقطة ما أقدر أغلس عليها، هي النوتش الموجودة بالتاب S8 ألترا، بس هذه موجودة بحسب سامسونج لسبب مقنع، خلت لك كاميرتين 12 ميجا، واحدة واسعة واحدة أوسع ألترا وان، تنطيك مميزات موجودة نفسها بالآيباد أثناء المكالمات، البوكيه للباك جراوند والاوتو فريمينج اللي يحول لك العدسه آليا الى العدسه الواسعه اذا دخل اكثر من شخص بالمكالمه. عدا عن هذا عندك 3 مايكروفونات وموجهتها سامسونج تلتقط الصوت منك اثناء المكالمات، فيها نسبه عزل ضوضاء تحسنت 40%. ميزه جديده بهذه السلسله هي امكانيه تسجيل كاميرا السيلفي والشاشه بان واحد، وهذه الميزه بوضع التعليم الالكتروني فشي فعال جدا. أكو ميزاتها أكبر بعد
مثل التعاون ما بين سامسونج وشركة لومافيوجن. أكو ميزات بعد بالسوفتوير مثل التعاون ما بين سامسونج والشركة المصنعة للتطبيق لومافيوجن حتى تجهز التطبيق ويشتغل بشكل مثالي بلوحيات سامسونج. هذا التطبيق هو من الأهم في عالم مونتاج الفيديوهات بعالم المحمول. أيضا ميزة تحويل شاشة التابلت إلى شاشة ثانوية لكمبيوترك الشخصي بربط وايرلس تماما، وكل هذا وأكثر تم بفضل المعالج القوي والأحدث لسناب دراجون 8 جن 1. راماتك بالتابات كلها راح تكون تبدي 8-12-16 جيجا من الجيل الخامس، الذاكرة راح توصل إلى 1 تيرا من نوع اليو اف اس 3.1، وعداها عندك بطاقة ذاكرة خارجية. أصدقائي، هذه كانت أهم ما أعلنتها سامسونج عن لوحياتها الأقوى في 2022. انتظرونا بتكملة التغطية اليوم للجهاز الأهم الـ S22 Ultra. في أمان الله.